فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حسمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحين وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك يا أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك يا ربي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك وأعوالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك يا سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك و
واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه الطاهرين صلوات الله على محمد وعلى آله.
For this speech. Thank you.
الله يسلمك يا قلبي الله يحفظك ان شاء الله انت منور يا قلبي الله يسلمك
كروب يلا انت ما عادش يهم على مقتطفات سهل قوي قول سرمت ولا عرفتك ما مع بالي عليك يا قلب انت الله يساعدك انا بسرمت هلا الله يسلمك عزيزي هلا الو السلام عليكم السلام عليك يا ولي الله وابن وليه السلام عليك يا
الله وابن حجته على خلقه. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ورزقت بالوالد بوالديك وجاهدت عدوك. وأشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب وأنك حبيب الله وخليله ونجيبه وصفيه وابن صفيه يا مولاي وابن مولاي. زرتك مشتاقا فكن لي شفيعا إلى الله يا سيدي وأستشفع إلى الله بجدك سيد النبيين وبأبيك سيد الوصيين وبأمك فاطمة سيدة نساء العالمين. ألا لعنة الله على من قاتلك ألا لعن الله قاتليك ولعن الله ظالميك ولعن الله سالميك ولعن الله مبغضيك من آل وآل محمد وعجل فرجهم. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين. عليك يا أمير المؤمنين السلام على آدم صفوة الله السلام على نوح النبي الله السلام على إبراهيم خليل الله السلام على موسى كليم الله السلام على عيسى روح الله السلام على محمد حبيب الله ورحمة الله وبركاته. السلام على اسم الله الرضي ووجهه العلي وصراطه السوي. السلام على المهذب الصفي. السلام على أبي الحسن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام على خالص الأخلاء. السلام على المخصوص بسيدة النساء. السلام على المولود في الكعبة المزوج في السماء. السلام على أسد الله في الوغى. السلام على من شرفت به مكة ومنى. السلام على صاحب الحوض وحامل اللواء. السلام على خامس أهل العباية. السلام على البائت على فراش النبي ومفديه بنفسه من الأعداء. السلام على طالع باب خيبر والداعي بي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب الله وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I start in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. All praise is to Allah, the Lord of the world. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most kind, the most merciful. Maliki Yawmiddin, the one who is in charge of the Day of Judgment. Iyaka na'budu, to you alone we worship, wa iyaka nasta'in, and to you alone we ask for help. Ihdina as-sirat, our own self and soul. Inside the surah, there is an understanding of the mercy and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, where we find that Allah starts in the name of His mercy, Ar-Rahman Ar-Rahim, the Beneficent, the Merciful, the one who brings benefit, the one who brings mercy and kindness, and the most merciful. And then He goes, Alhamdulillah, Alhamd. Once again, the concept of Alhamd, which is mercy, saying thanks to Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, saying thanks to Allah, the Lord of the whole universe, the one who is in charge of the universe, the one who governs the universe. In fact, He governs it such that if He was to remove Himself for 1 second from this universe, everything will collapse. And imagine it, subhanAllah, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who maintains the universe. The laws that we know of, the laws of gravity, the laws of nature, Allah subhanahu wa ta'ala, the creator and the maintainer of this. So where is Allah in our lives? He's there every second. Because if He went for a split of a second, the whole universe and everything in it will collapse. Alhamdulillah, a praise. And then He says, Ar-Rahman Ar-Rahim, once again, emphasizing the concept of Ar-Rahman and Ar-Rahim, the most kind, the most merciful. Then He goes on to say, oh Allah, then we make a dua to Allah. Every day in our lives, we make this dua. Every day we repeat these verses. And including myself, we do not reflect upon these verses. And I'm a victim as much as anyone else. And that's why we're here, just to understand the basis, the basics, which is the first surah, Surah Al-Fatih, which we start off with. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide us to the straight path. Any path? No, Allah subhanahu wa ta'ala didn't just say there's a straight path you follow. No, sirat al-ladina an'amta alayhim. The path of those whom Allah has blessed. So Allah subhanahu wa ta'ala now tells us, there are some individuals, there are some chosen people that are blessed. And we should follow their examples as the best role models in our life. And subhanAllah, surah which we mention every day, and it's telling us how we should be. First of all, understanding Allah, the greatness of Allah, the mercy, compassion of Allah, and the fact that we should follow those who have been chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why we look today at a great individual in the life of humanity. Someone who resonates, who is the personification of bravery, of courage. And this was no other than one who is an exemplar, an example to the whole of humanity. This was no other than Lady Zainab alayhi salam, Bint Ali ibn Abi Talib, salawat. When we look at this individual, Zainab alayhi salam, you find there is a great history and a great understanding of her personality which we should try to learn, because through her we start to understand the real examples that we have, the real role models that we have, and what beautiful role models, no better than these role models. And subhanAllah, unfortunately in our daily life we have found many others to replace these individuals in our life. We find, for example, the Hollywood stars, some Bollywood stars,
some other kind of individuals that we look up to in our lives. We put their posters in our rooms. We look up to them. And subhanAllah, there are many studies out there that say the posters that you put up in your room actually affects you in your life, because it affects your subconscious mind and it affects how you are and what you look up to. To the extent that they said, if you put an athlete on your wall, it actually affects the way you look up towards sport and towards endurance and patience and understanding of sport and the love of sport. In the same way, and you find a silence in the room. SubhanAllah, this is not everyone, alhamdulillah, many of the individuals are people who look up into their life, try to understand some of their teaching. Even though sometimes our desire is not there to look up their life, our desire is not there to look up their teaching, because Allah subhanahu wa ta'ala instills within us the duty to look up their life. And once we do and we look at their gems, then we fall in love with this knowledge. With knowledge comes admiration, and with admiration comes love. So you have to understand their lives, then you admire what they did, then you love what they did, then you truly follow, not just with your sayings, but with your hearts. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us among these individuals. Zaynab alayhi salam at a young age, Imam Ali alayhi salam would be teaching her how to count numbers. One, uli wahid, wahid. Two, then wahid, she would say. He'd say two, she'd say one. Why? Because she would grow up in a house that would always say Allahu wahid, Allahu ahad, Allah is one. So when Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam is teaching his daughter and telling her how to count one and two and three, she would say, no, there's one. Because I have grown up in a house that would always instill with me that Allah subhanahu wa ta'ala is one and not two. Something that we should reflect upon, something that we should try and see. Unfortunately, we see, I'm teaching in Arabic school, you find that whenever you give the homework of reading Quran, and reading Quran is something that we should do every day. And if not every day, every other day. We should try and instill it within our lives to read Quran. We should try as a family to pray together, to eat together. That's how we're going to stay together as a family. Why is it that we cannot get the family together to read 5 minutes of Quran? Isn't it beautiful to be together to read Quran? Because that sort of family is a family that will stay together. And it's never too late. Let's sit down with our sons, with our daughters. Let's try and read a bit of Quran with them every day. It will help them for the rest of their life, and every good deed they do and every ayah that they read, it will go back to us, the people who have taught them how to read. Sadaqa jariya, as it is known, a sadaqa that is continuous. So Zaynab alayhi salam, in another instance with Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salam, she asks him, or he asks her, as through the traditions. She says, or he says, do you love Allah? Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib says, yes, of course I love Allah. She says, do you love me? He says, yes, I love you. She says, how? How can two loves be in one heart? SubhanAllah, look at the knowledge of this young lady at such a young age. And Amir al-Mu'mineen tells her, it is because Allah loves you that I love you. So to love Wa'ati, they are thankful to Allah, and they would say, what Surah Al-Hamd would say, Alhamdulillah. All praise and all blessings be to Allah. For in any condition, in any state, it is all praise be to Allah. For we are from Allah, and to Allah we return, because faith is the criteria. If you have faith, you are the winner. In the instance, someone came to one of the Imams and he said, I am poor. He says to him, do you love us? Do you love us, AhlulBayt? He says, yes, of course. He says, if someone gave you the wealth of the whole world, would you give it up for the love of the AhlulBayt, for the love of us? He said, no. He said, you are wealthy then. You have a wealth that is greater than the wealth of any of this world. So be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and stay strong. After she gave a beautiful speech in Kufa, what happened was,
Ibn Ziyad couldn't take it. She had to go from there because people were starting to become against Ibn Ziyad. She changed the mind and the mood of all the people. The ones who were mocking her before are now with her against Ibn Ziyad. So they had to leave. So Ibn Ziyad sent her off during the night, her and the people with her, during the night time towards Sham, Damascus, which was 574 miles around, which took around 20 days to get to. 20 days in the scorching hot sun, going for all the way from Kufa to Damascus, to Syria, Sham, where Yazid was. All this, and people would be dying on the way. The little babies would die on the way. Yet she stood strong, she saw all of this, she maintained her posture, she maintained her strength. She went to Yazid, and Yazid would tell her, look, Allah subhanahu wa ta'ala has granted us honor through victory and granted you disgrace through loss. She looked at him and she said, do you think Allah, the Rahman, the Rahim, did this to us? The merciful, the kind did this to us? No, it's not Allah subhanahu wa ta'ala that did this to us. For Allah, for a lot of people, when they go through hardship, they say, oh Allah, why did you do this to me? That is a Yazidi thought. That is a thought that comes from the mind of Yazid. Instead, we should say, thanks be to Allah, for He has created us and He has made this life a test. And all the hardships is a part of life. To the extent that someone comes to the Imam and he says to the, and someone was praying for another person and he said, I wish for that person has no troubles in his life. The Imam looked at him and he said, you just wished for his death. He said, how? I wished him good. I said, oh, inshallah, no trouble happens to him in his life. He said, no. Troubles is a part of life. If you wish for no troubles, then you wish for death. Because لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. We have created the humankind in hardship, in difficulty, as a test for us. Because this is what life is. It is troubles, it is tribulations, it is hardship to test how we are. And what Zaynab alayhi salam teaches us is to be strong in these incidents, because she saw what no one else has seen. Or no one else saw. She is known as Ummul Masa'ib, the mother of hardship, of grievances, of difficulties. Yet she stood strong in the face of the tyrants, and she showed that she did nothing but say, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise be to Allah, the Lord of the worlds, for all the hardships. And the essence of all of this is what we have in our mind. Our mind affects how we feel, our mind affects how we act. All is all in the mind, to the extent that you find many studies, such as the placebo effect, such as within medicine, you have the concept of the placebo effect. The placebo effect is if someone has an illness, they have an actual illness, they're in pain, they're hurt from some condition, you tell them that. You give them something, some water, or something that has no effect, some sugar cube. And you tell them the sugar cube will cure you. Just believe it will cure you. Have faith it will cure you. Have hope. And subhanAllah, they have tested and they have realized that in reality, just to believe, if you make it think positively, if you think about difficulties as an opportunity to shine, as an opportunity to reflect the beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala tells us that we are His representatives on earth. I've made a khalifa, a representative of Allah. We are the representative of Allah. To be a representative of Allah, we reflect the beautiful names of Allah, the 99 names of Allah, the forgiving, the merciful, the compassionate, the patient, the strong. All these beautiful names we have to reflect within our lives. And we do this through understanding that any difficulty, any hardship is an opportunity to shine, because the problem is not the problem. The problem is our attitude towards the problem. And that's what science has been proving time and time again. For athletes, those who like sports, do you know they condition their minds, and it's all about the mind?
if you want in golf, for example, to hit a pot, a hole in one, you have to first of all mentally. أن خلق لكم من أنفسكم يعني من نفس الجنس،
تكونت هذه البشرية من آدم وحواء. إذن الزوج والزوجة هما نواة المجتمع، أسرة صغيرة ثم تتسع من الزوج والزوجة. القرآن الكريم بيّن أربعة نماذج وغرب إلى هذه النماذج أمثلة. يعني أول نموذج أن الزوج صالح والزوجة غير صالحة، ومثاله في القرآن الكريم: ضرب الله مثلاً الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نوح من أولي العزم، ولوط معصوم، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نموذج عليها الإجرام. لا، عندنا أمثلة، هذان مثلا. ولذلك نقدس الزهراء نحن. لماذا؟ ليس لأنها ابنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مقياس خاطئ. نقدس الزهراء لقربها من القرآن الكريم، تربعت في القرآن الكريم، ولقربها من السنة النبوية الشريفة، لذلك نقدسها. أما إذا كان البناء نقدسها لأنها ابنة النبي، لازم نقدس غيرها لأنها انتسقت بالنبي وتزوجت من النبي. هذا مو مقياس، مقياس الدين. كفاك أنك من عقد فرائده عاشوا كراما وماتوا سادة نجبا، أبوهم الدين والتقوى قبيلتهم، فما انتخوا عجما يوما ولا عربا. القضية مو قضية أنه هاي تزوجت بنبي صارت معصومة وصارت إذا أخطأت لازم واحد ما يحكي عليها ولا واحد كذا، أبدا. هذا المقياس خاطئ. القرآن يقول المقياس والفيصل هو الدين. وفعلا الآن عندنا الإمام علي الهادي مثلا، أولاد واحد جعفر ملقب بجعفر الكذاب، واحد محمد سبع الدجيل. هذا قربه من الله سبحانه وتعالى، محمد سبع الدجيل عنده كرامات لقربه من الله، وهذا كذاب ما نعترف به. مو كل من قال ابن النبي لازم احنا نقدسه، لا، مو هالشكل. هذا ليس بالمقياس. هذا النموذج الأول، رجل صالح وامرأة غير صالحة، ضرب القرآن لنا هذا المثل الأول. المثل الآخر في الأسرة، امرأة صالحة ورجل غير صالح، كآسيا ابنة مزاحم وزوجها فرعون. فرعون طاغي، فرعون مجرم. إذا كان القياس أنه تكسب الصلاح أو تكسب الإجرام من زوجها لكانت آسيا بنت مزاحم هي كانت مجرمة. ليش؟ لأن زوجها مجرم. لا، آسيا بنت مزاحم آمنت برسالة موسى ولعب بها لعب أبشر. هذا الرجل فرعون دعا الربوبية وادعى الإلهية وكذا، وخلى صخرة على صدرها وقام يتلذذ بتعذيبها ويصيح: اللهم ربي ابني ابني لي عندك بيتا في الجنة. يقولون عندما ماتت شهيدة مبتسمة لأنها رأت بيتها في الجنة. ولذلك النبي يقول: حسبكم من نساء العالمين أربع، آسيا ابنة مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت ابنة خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا نموذج آخر، امرأة صالحة ورجل طالح، وأيضا مجتمعاتنا تعج بهذا. شوف لك امرأة صالحة ورجل غير صالح، زين، في البيوتات هنا غير مكان موجود هذا النموذج الواقع. وهذا النموذج المفروض الإنسان يدير باله. يعني أنت انظر إلى الأولاد، انظر إلى البنات، انظر إلى الكذا، إذا شافوا مشاكل 24 ساعة ليش يطلعون مثلا. أيضا هذا نموذج. نموذج آخر، الرجل صالح أو الرجل طالح والمرأة أيضا طالحة، اثنيناتهم غير صالحين. مثاله في القرآن الكريم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته، هاي أم جميل يسموها، هاي كانت طاغية. يقول إجت النبي جالس بيدها فهر، الفهر الحصل كبيرة لتفضخ رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تريد تمزق رأسه بهذا الحصواية. ثم بعد ذلك عندها قلادة يقولون جدا غالية،
قالت واللات والعزة من يأخذ هذه القلادة ويأتيني برأس محمد. هكذا كانت عجيب وغريب. وهذا الإحصائيات اللي سووها على أن الإمرأة طالحة والرجل طالح معظم العصائب الإجرامية ومعظم المجرمين يخرجون من هذه النماذج. حسن هدية إلى شخص لا يزيد عليه عبد الله بن جعفر كرامة للحسن، يقول أنا أقدر أعطيك أزيد لكن أنا ما راح أعطيك لأن إمامي الحسن وإمام الحسين أعطاك مثلا 300 أنا أعطيك قدهم 300 ما أقدر أزيد عنهم. هذا الرجل عاش عيشة مع الحوراء زينب كل منها الحب ومنها المودة ومنها الاحترام وكانت لا تخالفه بشيء أبدا. أسرة متكاملة كانت إلا بقضية طلبها منه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما تقدمت الناس لخطبة الحوراء زينب قال لهم حبستها لابن أخي عبد الله بن جعفر. لا أحد يجي بعد طالب من زينب، أنا حبستها لابن أخي عبد الله بن جعفر، يعني هو خطب عبد الله بن جعفر لابنته زينب سلام الله. وهذه قضية بالمجتمع مفروض نلتفت لها، يعني ماكو مانع إذا الإنسان خطب لابنته، يعني إذا شاف شاب متدين ماكو مانع يفاتح يقول له هاي بنتي موجودة إذا تريد تتزوجها أنا أعطيك إياها، شنو المانع؟ شيخ الطائفة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على الله مقامه عندما بلغن بناته يقول لأهل الدرس للطلاب من يخطب عندي إحدى بناتي؟ قم له الطالب محترم يخطب ماكو مانع. وعندنا مثلا أخطب البنت ولا تخطب الابنك، شوف لك إنسان متدين إنسان خلو الإنسان زين الواقع عنده خلق ماكو مانع الزوجة ماكو مانع أنت تقول أنه عندي ابنة إذا ترغب بها فأنا أعطيها. هذا عندنا عيب، إحنا عندنا عيب ما يصير هالشكل هذا. لا، لأن هنا الإمام أمير المؤمنين يقول حبستها زينب لعبد الله بن جعفر لأنه خلوق متدين شجاع معطاء خوش آدمي، أنا زوجة بنتي زينب سلام الله عليها. شرط عليه قال ما عندي أنا شيء، أنا أريد شرط واحد، إذا أرادت أن تخرج مع أخيها الحسين لكربلاء لا تمانع. يعني يقول أنت ولي عليها، الرجل ولي على المرأة، إذا خرجت المرأة من دون إذن الزوج تلعنها الملائكة حتى تعود إلى البيت. إذا خرجت المرأة بدون إذن الزوج زين الله يغضب عليها، لازم بإذن الزوج تخرج. مو أكو كثير من العوائل إذا صارت مشكلة قليلة صغيرة صغيرة تطبق الباب وتطلع المرأة شهر شهرين هي عدها لها مثلا والرجل هذا ما راضي الزوج ما راضي مثلا ما منتبه له. يقول إذا خرجت بإذن الزوج نشزت ناشز الصير، مو بإذن الزوج خارج لازم الزوج يأذن لها. مو الحوراء زينب أمير المؤمنين قال لعبد الله بن جعفر إذا أرادت أن تخرج مع الحسين لواقعة كربلاء لا تمانع. قال نعم لا أمانع. ليش؟ لأنها تخرج للدين، تخرج لإعلاء كلمة الدين، ولأن الموقف توقف على خروج زينب. وعليك يا الله الموقف الدين توجب على زينب أن تخرج. سواح لي يقول سيدة زيارة الحسين مستحبة وواجبة، مستحبة زيارة الحسين، لكن إطاعة الزوج واجبة أو مستحبة؟ واجبة. زين إذا الزوج ما رضى أن تذهب المرأة إلى الحسين للزورة هل يحق لها أن تخرج بدون إذنه؟ طبعا لا ما يحق لها. ليش؟ لأنها إطاعة الزوج واجبة وزيارة مستحبة، لا تقدم مستحب على واجب. يعني ما أضرب لك بعد مثل زيارة أو تقبيل الحجر الأسود بالحج مستحب لو واجب؟ مستحب. ستر المرأة واجب لو مستحب؟ واجب. ما معنى المرأة تذهب بهذه الملايين إلى الحجر الأسود تريد تقبل الحجر الأسود؟
وساعة واحد كان مشها منا وساعة واحد شايدها منا وساعة واحد كذا الشكل هذا حلال وحرام الحجر عندما نذهب يقولون يا بلا تروحون تقبيل الحجر مستحب الستر واجب شو تقدموا المستحب على واجب وهكذا إذن قال له إذا أرادت أن تخرج مع أخي الحسين لا تمانع قال نعم لا أمانع هذه القضية تنم على أن الحادثة مخططة منذ أن بعث النبي مو قضية كما يكتب ابن العرب وغير ابن العربي أن واقعة كربلاء طلبت من الحسين البيعة فلم يبايع فأصبح متحدي للدولة بنظر القانون صار الصدفة خرجوا للحسين قتلوه لا مو هالشكل أبدا مو هالشكل مخطط لقتل الحسين منذ أن بعث النبي شلون؟ أنا جاء أمير المؤمنين لعقيل اختر لي امرأة بعد الزهراء عندما استشهدت اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب حتى تلد لي غلاما فارسا صنديدا ينصر ولد الحسين في واقعة كربلاء أي بينها وبين الواقعة 30 سنة 35 رأيت شخص الحوراء زينب ما في يوم شفتها طالعة من بيتها أو طابة إلى بيتها ابدا ثم ينقل الامام الحسن عندما كنا في المدينه يقول كنا نخرج لزياره الرسول صلى الله عليه واله وسلم ابي بجانب ابي امامنا والحسين بجانب وانا بجانب وزينب في وسطنا ثم يوصل الى قبر النبي صلى الله عليه واله يسرع يخمد السراج يقول يركض قدامي يقلل النور اقول لماذا يا ابي يقول حتى لا يرى أحد شخص الحوراء زينب سلام الله عليها هكذا كانت في عفتها هكذا كانت في صبرها ضربت أروع الأمثلة بالصبر ولعله التاريخ ينقل عن نساء صبرن مثل الخنساء مثلا الخنساء فقدت أربعة أولاد في معركة واحدة وفقدت أخوتها اثنين صخر ومعاوية معاوية كان من أم وأب يعني شقيق الخنساء من أم وأب وصخر كان من أبيها يقولون بكت صخرا بكاء حتى ماتت إن كان صخر يجي تهش إليه يسأل عنها يقبل إيدها يجلس إلى جانبها زين بكته إلى أن ماتت وأخوها معاوية الشقيق زينب سلام الله عليها وهل معاوية كالحسين وهل صخر كالعباس ها؟ زينب سلام الله عليها ما قلبت هذا مع أبدا عندما سقط الحسين صاحت إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى اللهم تقبل منا هذا القربان يذكرون عن امرأة بالجلادة والصبر يضربون بها المثل أيضا سقطوا لها أربعة أبناء في معركة واحدة اجت وقفت على مصالعهم صاحت صبرت وكان الصبر خير وسيلة فهل جزع مني يؤدي فأجزع صبرت على ما لو تحمل مثله جبال برضوى أصبحت تتصدع ففاضت عيوني عبرة فرددتها إلى ناظري والعين في القلب تدمع يقولون ما مضت إلا دقائق حتى سقطت على وجهها ما قدرت لكن زينب سلام الله عليها ما غلبتها دمعة أبدا لذلك الحسين قال لها زينب ترى أنا ما انطلعت لقضية أطفال ونساء الله سبحانه وتعالى يتكفل بهم أنا انطلعت لقضية أكبر وهي القضية الإعلامية اللي كثير من الناس ما يعرفون زينب والله للعيال والأطفال لا مو للعيال ولا للأطفال زينب سلام الله عليها قضية الإعلام ونجحت بدورها قال لها الإمام الحسين يا أخيه ما أريد هذا الصوت يخبو لو تلاحظ تتأمل بما قال الحسين ليلة العاشر قال لهم امهلونا سواد هذه الليلة لماذا امهلونا سواد هذه الليلة يقولون لأنه لو حدثت الواقعة في الليل لانتهوا عن بكرة أبيهم وما ذكرهم أحد ما راح يشوفون الواقعة يقتلون وتنتهي القضية امهلونا سواد هذه الليل حتى تحدث الواقعة في النهار
وداير ما داير غابرية بني أسد عشائر وقبائل حتى ترى ما يصنع حتى ترى هذه العشائر ما يصنع بالحسين ما يصنع بالطفل الرضيع اللي يقول لهم خذوه فاسقوه هكذا أمهلهم إلى الصباح فقال لها ما أريد هذا الصوت يا خبو يا زينب ترى قضيتنا متعلقة بك لا تدخلين البلدان إلا ورفعت هذا الصوت تبينين مظلومية الحسين وآل الحسين قالت لأنعمنك عيناه يا ابن أم دخلت إلى الكوفة رفعت صوتها صاحت يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر والمكر أتبكون فلا رقعت الدمعة أو هدأت الرنة أو الزفرة إنما مثلكم كمثل الذي نقضت غزلها من بعد قوة عنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصرف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء أو كمرعا على دمنة أو كفضة على منحولة ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون ويحكم أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم جئت تفتهمون لما جئت تفتهمون الآن هذه زينب في الشام تدرون جايد ودائر ما دائرها كم مرة حاولوا تفجيرها كم مرة حاولوا نبش قبرها لكن تصدت الشيعة أبناء المذهب كم سباع الضارية دائر ما دائرها الآن أكبر حفل في مولدها جاءت من الصور من هناك هذا هي تنبأت به عندما قالت هي 60 للهجرة يوم مقتل الإمام الحسين سيد زينب ما تنطق هكذا أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون فلا يستخفنكم المهد إلى آخر خطبته بعدين خلصت من أهل الكوفة دخلت على عبيد الله بن زياد الوزر زين هذا الرجل تلقاه قال لها كيف أصبحت أو كيف رأيت صنع الله بأخيك صنع الله بأخيك كيف يصنع الله سبحانه وتعالى بأولياء صنع الناس هذا مو صنع الله مو صنع الله سبحانه وتعالى صنع الناس ولذلك يقول لعبيد الله بن زياد الإمام زين العابدين يقول ما اسمك يقول علي يقول أليس قد قتل الله عليا يقول الإمام زين العابدين كان لي أخ يدعى علي قتله الناس مو الله قتله قال بل قتله الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها قال مو الله قتل الناس قتله الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجع الله ما رسم خطة أن يختفي لا يريد بين الناس ولكن خوفا من الناس أن يقتلوه اختفى الله سبحانه وتعالى أراد الإمام مع الناس مع البشر يعني مو قانون إلهي أنه راح يخفى الإمام الآن إذا طلع أول ما يضعون سيافهم من هؤلاء الذين يدعون أنه هو الإمام وهو المفترض الطاعة مثلا أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون على كل دخلت على عبيد كيف رأيت صنع الله بأخيك قالت والله ما رأيت إلا جميلة قوية لبوة قوية يقول هذا الراوي كأنما تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين تفرغ يعني تتكلم كما يتكلم الإمام زين قالت ما رأيت إلا جميلة هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرجوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحات وتخاصم انظر لمن الفرس ذكرتك امك يا ابن مرجانة ايوه مجلس عبيد الله بن زياد ذكرتك امك يا ابن مرجانة يقول اخذ الصوت وقام يتخطى الرقاب بضرب بنت امير المؤمنين هاي السفاله وقف له واحد قال له وين رايح لتضرب امراه تاكله أولادها وأخوتها مذبوحين أمامها ورؤوسهم أمامها وهي لا يؤاخذ بشيء من منطقها امرأة
وإذا ضربتها يعيرون عقبك، يعني أبنائك وكذا إلى آخر سابع ظهر يعيروهم. يقول لهم جدكم ضرب امرأة ثاكلة، مو يريد يضربها أمام الناس، اختنقت بعورتها. هذه المرة اللي اختنقت صاحت فأين نزار في متون حيولها، لترى بالسبا قد ألم الصوت حافقي، أقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها فوات الصوت من فوق عاتقي. تذكرت أبو الفضل العباس أنا منين أبو فاضل عجيب الصيح زينب سلام الله عليها. بعدين خرجت وراحت إلى دمشق، دخلت على يزيد ابن معاوية. ترى أنا جاي أختصر الأذان بالتسعة وثمنتعش دقيقة، وهسه بالتسعة وإحدعش دقيقة، وإلا الموضوع مشبع والموضوع فيه مضامين كثيرة للحوراء زينب. أحاول أقف وقفات، الوقت قصير كان. على كل دخلت إلى الشام ويزيد ابن معاوية زينسح ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخسرج من وقع العسل لا حلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدمنا ميل بدر فاعتذل، لست من خندف إن لم أنتقم. زين ابني أحمد ما كان فعل، واحد اسمه دكتور عادل زعيتر فلسطيني يكتب كتاب ضخم يسميه فضائل أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. أدى يزيد بن معاوية فضيلة، هذه فضيلة. ألا خبر جاء يقول ولا وحي يفضي، يعني ماكو الله كذب كل كذب، لا وحي لا الله لا كذا، ها يكتب فضائل أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. وهكذا هؤلاء الذين يسيرون على نهجه. في يوم طلع هذا العريف الزنيم العتل وبعد ذلك زنيم، يقول فتشت 20 سنة أفنيت عمري في الدرس ما وجدت كلمة علي بن أبي طالب مولود في بطن الكعبة أبدا، مو علي بن أبي طالب مولود. 20 سنة يا أخي روح أقرأ شوف تاريخك زين، كل كتب تاريخ المسلمين لم يولد مولود من قبله ومن بعده قط في الكعبة. يقول فتشت 20 سنة ما وجدت هذه المعجزة، معجزة يمك يومية على صار في 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 جدار الكعبة تريد تسدوها بتنفتح، تريد تقفلوها بتنفتح، هاي مو معجزة قدامك أمامك. زين دخل يزيد ابن معاوية دخلت عليك سمعته يطل عدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هدتك ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناقل والمناقب ليس لهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف يرتجى مراقبته ابن من لهفوهك بعد الأسكياء. خطبة طويلة عصماء دللها هذه الكلام، بس فقط صدر من يزيد يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون الموت على النوائح، ثم دللها إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك اختنقت بعبرتها. قالت ليزيد أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك، وأنا لا والد ولا عم ألوذ به ولا أخ بقي هرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيض قلب فسيح وأطفى عندي ما كان
زينب إلى بيت الحسين حنت لأرجاء الدار فارغة، ذكرت الحسين هنا كان يكلمني هنا كان يجلس معي، حنت لأرجاء الدار. أشهد أن لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة